for i in range 10. حلقيت المتغير هذا i هو كل مره بلف، عشان هيك بنسميه هذا iteration variable، متغير تكراري، هو كل مره بلف على واحده من هدول. وين هم؟ هيو اول مره بيكون صفر، اللفه الاولى، اللفه الثانيه بيكون واحد، اللفه الثالثه بيكون اثنين، وهكذا. بديت انت من سبعه، اللفه الاولى بيكون سبعه، اللفه الثانيه بيكون ثمانيه، اللفه الثالثه بيكون تسعه. ممكن استخدمه وممكن ما استخدموش؟ اه ممكن. كيف؟ انه انت ممكن تقول له هنا من i الى i in range 10، اقول له print hello، بيطبع لك hello 10 مرات. استخدمت الاي انا؟ ما استخدمتها. طب بدي استخدمها، هاي بحطها هنا i comma hello. تمام؟ واضح؟ هاي استخدمته جوا. هجيت الستارت وستوب، هذا غير عن هذا. هذا انت بتحدد البدايه والنهايه، وهذا انت الايتريشن فاريبل اللي حيلف على كل واحد من البدايه وللنهايه. كمان مره هجيت هنا 7 وال35، هذه البدايه وهذه النهايه، والاي او النم او الان بغض النظر عن اسم المتغير هو اللي حيلف عليهم. مره حيكون 7 8 9 من البدايه لغايه النهايه. ماشي، احنا بنحكي في جزئيه انه البدايه والنهايه انت استوعبتها. هجيت احنا بدنا الاعداد الفرديه والزوجيه. كيف بدك تحدد انه اعداد فرديه او زوجيه؟ ايش شرط العدد الفردي؟ ايش شرط العدد الفردي؟ ملوش باقي قسمه. لا، له باقي قسمه. الزوجي ملوش باقي قسمه. بالضبط. فبالتالي هنا ببساطة بتروح بتحط الشرط، بتقول إذا كانت الآي باقي القسمة على 2 لا تساوي 0، معنى ذلك إنه في باقي قسمة، يبقى هذا odd. ساعتها بروح بطبع الآي، طبع لي هذا الرقم المطلوب. بيجي أول لفة، إحنا بنبدأ من الصفر، تمام؟ هل الصفر باقي القسمة على 2 لا تساوي 0؟ ايش ناتج العملية هاي؟ 0. باقي قسمة الصفر على 2 قديش؟ 0. لا تساوي 0؟ True. False عفوا، مش حيطبع لك اياها. تمام؟ هنا محطوط 10، هنا محطوط 10. انت بتسأل على الرينج، هو بيسأل على الاعداد الفرديه والزوجيه. تمام؟ انت بتسأل عن شغله وهو بيسأل. انا لقيت مركز على انه احنا بدنا نجيب الشرط تبع الاعداد الفرديه. انت عشان تستوعب هاي بدي احط لك اياها هنا في جمله تباع. هاي برنت ريزلت اوف المود، وهنا بدي احط لك الاي، وهنا بدي احط لك الاي مود الاثنين، تشوف الناتج تبعها بعينك. تمام؟ يبقى الرقم زيرو، ناتج باقي القسمة صفر، طبع لي اياه تحت؟ لا ما طبعوش. هاي بدي احط لك اياه هنا، هاي even او odd number عشان تكون الامور واضحة بالنسبة لإلك. وهي نشر. يبقى هنا الصفر ايش ناتج باقي القسمة تبعته؟ المود تبعه صفر. طبع لي اياه كاود نمبر؟ لا. الواحد، واحد تقسيم اثنين قديش؟ واحد تقسيم اثنين، واحد تقسيم اثنين كباقي قسمة صفر والباقي واحد، يبقى ناتج المود قديش؟ واحد. يبقى هذا رقم اود ولا ايفن؟ اود. هيو
يبقى odd number 1. نيجي للاثنين، باقي قسمة الاثنين على الاثنين صفر، يبقى odd ولا مش odd؟ مش odd. تعال للثلاثة، باقي قسمة الثلاثة على الاثنين قديش؟ ثلاثة تقسيم اثنين اثنين وباقي واحد، تمام؟ باقي واحد، باقي واحد، فبالتالي هنا في باقي قسمة ولا ما فيش؟ في باقي قسمة، يبقى even ولا odd؟ odd، هاي odd number 3. وضحت؟ ايش هو الشرط؟ انه ايش معنات باقي القسمة؟ واضح ولا مش واضح؟ تمام؟ اذا مش واضح قول، بشوف طريقة تانية نوضح لك اياها. هاجيت انت ضايل عندك مشكلة في الستارت والستوب؟ يا أستاذ السؤال كامل هيو هنا، هيو حددت انه هنا ادخال البداية والنهاية وهي دخلتهم وهنا نفس الشرط، بس انا كتبت كود جديد عشان يعني اوضح له بدنا كيف نجيب شرط الاوت. هيك بس بطبع فردي، بس انت بتحدد له البداية والنهاية، هنا بطبع فردي بس من زيرو لعشرة. لا، هنا نص السؤال، اكتب برنامج لطباعة الأرقام الفردية حسب الكود اللي تحت من صفر إلى عشرة. هذا إيش نص السؤال تبعه؟ تمام؟ هذا كلام إحنا استوعبناه. اكتب برنامج لطباعة الأرقام الفردية مع ترك المجال للمستخدم لإدخال البداية والنهاية. هيك بكون مطلوب في السؤال زي هيك. هذا برضو أرقام فردية، وتأكد من الموضوع. هنا بدي من 3 ل 124، هايو طبعا الأرقام الفردية 3 5 7 9، تمام؟ أنا حددت البداية والنهاية وهي نص السؤال. ليش يا أستاذ؟ نعمل شرط لإيش؟ الأعداد الزوجية بس، تمام؟ ممكن اكتب عندك نص السؤال. اكتب برنامج لطباعة الأرقام الفردية والزوجية من صفر إلى عشرة. يبقى أنت بدك تلف تطبع لي كل الأرقام وتطبع لي قباله كل واحد إنه زوجي ولا فردي. فور الخطوة الأولى، نطبع كل الأرقام، بعدها بنطبع قباله فردي ولا زوجي. For I in range، أو خليها N in range 10. نعم. وهنا مطلوب يا أستاذ قبال كل رقم بدنا نحدد فردي ولا زوجي، مش التحديد البداية والنهاية. هاي المطلوب في السؤال. تمام؟ هيك بتطبع لي كل الأرقام، هاي من 0 إلى 9، تمام؟ فهنا ممكن نقول له من 1 إلى 11،
تمام؟ حقيقة عشان انت تطبع اقبال كل رقم انه فردي ولا زوجي بدك تحط شرط. ايش هو الشرط؟ الان مد الاثنين بيساوي صفر، هذا ايش بيكون؟ even else بيكون يبقى الواحد odd، الاثنين even، ثلاثة odd، اثنين even، أربعة even، خمسة odd، ستة even، وهكذا. فأنت بتحط هذا الشرط تحقق، يبقى بتكتب إقبال الرقم even. تحققش بتكتب إقباله odd. تمام؟ واضح يا شباب؟